لسه كتير يا فتحي؟ قربنا. شايف حد هنا؟ زمانهم على وصول. بعد العربية لحد ما تجي لك. يلا بينا. استنى هنا. جيت في ميعادك بالظبط. أنا مواعيدي دايما مظبوطة يا بطل بيه. وأنا بحب كده. وحاسس ان دي هتبقى فتحة خير وهيبقى في بينا شغل كتير قوي. القلب للقلب ما تكون بيه. الدولارات جاهزة. الفلوس جاهزة. هاي لما تكور بيه ده اللي يشوفهم ما يفرقهمش على الأصلية خالص. احنا هنقضي الوقت كده ولا ايه؟ مش نسلم ونستلم بقى ونخلص ولا هنفضل نتكلم كتير؟ لا في دي عندك حق، كفاية كلام لحد كده. ايه ده؟ ما تكون عبد الفتاح انت مقبوض عليه. We'll be right back.
اديني دقيقتين بس يا فتحي. الجن الازرق هيعرف ان الفلوس دي راحت فين. كده الهارد ديسك يبقى ابيض يا ورد. يعني مفيش حد هيقدر يوصل لمكان الفلوس دي الا لو معاه رقم السر اللي انا عملته. برافو عليك يا اكرم. يلا بينا. يلا ايه؟ استنى يا فتحي. والفلوس اللي في البنك دي، ده انت اي خزنه مش هتاخد في ايدك دقيقه. احنا جايين لهدف محدد. واي تغيير على الهواء في الخطه هيسيب ورانا خيط، وانا مش عايز كده خالص. يلا بينا. واقف كده ليه؟ في حاجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك واقف كده ليه؟ أبدا يا باشا. في واحد بس عنده غيبوبة سكر، جايين ناخده وماشيين على طول. ماشي، السيركل على جنب. اطلع. طمنا يا فتحي، الدنيا مشيت ازاي جوه؟ عينا باللوز. قولي عربية البوليس دي كانت عايزة منك ايه؟ ابدا يا سيدي، كان عايزنا نركن على جنب. اي والله برافو عليهم، زي ما احنا بنشوف شغلنا صح، هم كمان لازم يشوفوا شغلهم صح. اطلع. تربو حبيبي يا تيحو، اول ما هستلم الفلوس ابقى اجيب لك نصيبه. ماشي يا تيحو، يلا انطلق. اشوفكم على خير. سلام يا حبيبي. سلامك يا تربو. سلام يا ده اكرم. سلام يا فتحي. سلام يا حبيبي. اكرم. ايه؟ بقول لك ايه، هات رقم تحويل الحساب. اوه كنت هنسى. هو الورقه دي بتضيع منك يا فتحي، دي فيها الخلاصه. الورقة دي لو ضاعت مش هنلاقي فلوس. متخافش على اخوك، يلا انطلق. سلم لي على ميرفت مراتك. يوصل يا كبير.
ديزل، وحشتك. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ خلاص بقى، خلاص. والله انا عارف ان انت اوفى من ناس كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده. استنى استنى اعشيك حالا. تعال تعال تعال، عيش حياتك يا عم. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ قلقت عليا عشان اتاخرت شويه ولا ايه؟ انت اخدت الفلوس اللي انا كنت شايلها في الدولاب؟ انت صاحي لحد دلوقتي عشان تسالين السؤال الاهبل ده؟ رد عليا يا اكرم، اخدت الفلوس اللي انا شايلاها؟ اخدتها. خير، فلوس وانا حر فيها. لا مش حر فيها، ما تنساش ان انا مراتك وليا حق زي زيك في الفلوس دي بالظبط. اقدر اعرف صرفت الفلوس دي في ايه؟ جرى يا ميرفت، انت هتحققي معايا ولا ايه؟ خسرتها على القمار كالعاده. طز ايه يعني؟ بكره هاخد من فتحي فلوس عمليه الليله وبرضه هضيعها على القمار. وبعدين معاكي، انا جاي تعبان وعايز انام، مش طالبه نمر خالص. دخلت عليك تصرفات تخنق يا اخي. يا اخي حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. انت ايه، ما عندكش احساس بالمسؤوليه؟ مسؤوليتي؟ انت ليه محساني ان انت كنت شغاله في التربيه والتعليم؟ انا جبتك من الكبريات واتجوزتك يا هانم. يا اخي يا ريتها دامت، احسن لي مليون مره من العيشه اللي انا عايشاها دي. ايه، حنيتي للكباريه وسطك بياتلك يا روح امك؟ عيب عليك لما تقول لمراتك كلام زي ده. بس مش غريب عليك، ده انت تقول كلام اخطر من كده كمان. وعموما الكباريهات والرقص للزباين احسن مليون مره من العيشه دي. تكونش فاكر نفسك راجل، ده انت اوبرتاجي وحرامي. اخلصي، انا ارجل منك ومن ابوكي. هتطلع شغل العوالم ده عليا؟ ان كانت امك ما عرفتش تربيكي انا هربيكي انت امك. طلعني يا اكرم، طلعني وارحمني. لا هطلعك ولا ارحمك. وريني اخرك، اعلى مفخلك الكبير. دي مش عيشه يا اخي، دي عيشه سودا. انا هسيب لك البيت وبشوف هترجعني ازاي. في 60,000 داهيه يا لعن ابو شكلك، ده انت تقرف الكلب.
عارفه الساعه كام؟ انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ وانا من امتى بيجي لي نوم قبل ما اشوفك واطمن عليك؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا باشا؟ ما انت عارفه شغلي ما بيرحمش. انت اللي ما بترحمش نفسك. الشغل عندك اهم حاجه في حياتك، اهم مني ومن سوها كمان. لا 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 لا، انت عارفه كويس قوي ان انت وسوها اغلى حاجه عندي في حياتي كلها. ايوه كل بعقلي حلاوه. ما انت عارف اني عبيطه وبحبك وبصدقك. وانا بموت في عبطك ده وبموت فيك. مامي الحقيني يا مامي. سهى 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 مامي سهى مامي عايزه دمي. الحقيني يا مامي الحقيني يا مامي. يا حبيبتي حبيبتي انا مامي انا مامي انا عايزه اروح انا مامي حبيبتي. انت مش عارفين حبيبتي انا مامي. اهدي يا حبيبتي خدي اشربي اشربي بس. احكي لي ايه اللي حصل؟ كان بيضربني كان بيضربني انا وماما وانا كفايه يا بابا كفايه. لكن هو فضل يضرب فينا كان عايز يقتلنا انا وماما. بس بس ده كابوس ده كابوس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كابوس. سوا يا حبيبتي طول ما انا جنبك يا حبيبتي ما تخافيش ما حدش هيقدر يعمل لك اي حاجه ولا يأذيكي. شفتي بابا بيقول لك ايه؟ اطمني ما حدش هيقدر يقرب لنا طول ما هو موجود. قولي له ربنا يخليك ليه. يلا حبيبتي نامي يا حبيبتي انا جنبك ما تخافيش. البنات الحلوين يقروا الفاتحه الاول. يلا حاضر. يلا حبيبه ماما يلا غمضي عينيك يا حبيبتي. وبعدين يا دارا سهى صعبان عليا قوي. ما تتصورش هي شافت قد ايه. الله يسامحه باباها كان بيتفنن في تعذيبها وتعذيبي. معلش يا حبيبتي الحمد لله ربنا رحمك منه من شره. عقاب ربنا فعلا انه يفضل كده هربان العمر كله. بس ربنا يستر وما يرجعش تاني. جرى ايه؟ انا قلت لك انا رايح مليون مره طول ما انا معاكي اوعي تخافي واوعي تشيلي هم اي حاجه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. طارق لازم تصدقني لما اقول لك ان انت فعلا هديه ربنا ليا. حبيبتي ربنا يخليكي ليا انت وسهى. ايه بقى؟ ايه؟ هموت من الجوع. في حاجه؟ اكل. حاضر اغير هدومي ونتعشى احلى عشاء. يلا. ده انا صاحيه من بدري ومجهزه الفطار وقلت اسيبك تنام شويه عشان راجع انت وش الفجر. وانا كمان ظبطت المنبه خفت اتسوح اروح الشغل متاخر اسمع لي كلمتين من ستارق. هو طارق ده مش ناوي يرحمكوا شويه ويرحم نفسه؟ هو وراه ايه غير الشغل؟ احنا نتعب ونشقى وهو يترقى على قفانا. يلا ربنا يقويك. قوم يلا اغسل وشك وحصلني على طول عشان نفطر سوا. وراك يا جميل. خرجت للصاله وما لقيتكيش كنت واثق ان انا هلاقيكي هنا. ما انت عارف ان انا بحب البيت كله يبقى مترتب ونضيف. لا وبالذات الاوضه دي. فاكر يا معتز؟ فاكر اول ما اتجوزنا عملنا الاوضه دي على مزاجنا علشان نستقبل فيها اول مولود لينا. انت ليه بتقلبي المواجع يا حنان؟ ما انا قلت لك لا انا ولا انت لينا يد في عدم الخلفه. ما هو ده اللي معذبني.
لو يبقى في سبب واحد بس. يا حنان انت بتعذبي نفسك وتعذبيني معاكي، كفايه بقى اللي انا شايفه في الشغل، مش هيبقى عذاب هنا وهناك. خلص بقى يا معتز، ما تخلينيش اندم اني دخلت الاوضه وانت موجود في البيت وعملت لك مود وحش وانت نازل الشغل. يلا بينا يلا بينا نخرج بقى يلا. ده حتى المدرسين بتوعها لاحظوا انها دايما منطويه ومش عايزه تتكلم خالص. بالعكس يا نورهان، انا شايف انها بتتحسن شويه بشويه. انا مش شايفه كده، انت مش قاعد معانا طول الوقت، انا شايفه ان حالتها بتسوء يا طارق. يا نورهان ازاي يا حبيبتي؟ انت ناسي اول ما اتجوزنا ما كانتش بتتكلم خالص. فعلا. طيب انا متاكد ان هي مع الوقت هتبقى كويسه. يا ده انا اتاخرت على الشغل قوي. اتاخرت ده ايه؟ ده انت راجع امبارح وش الفجر. بسرعة يلا بالهنا والشفا. ايه ده؟ انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ لا انا قاعدة طول النهار لوحدي، ممكن اكل في اي وقت. المهم كل انت، انت اللي بتشقى وبتشتغل واوقات كتير قوي بتنسى نفسك. على رأيك والله، الواحد شغال في شغلانة تنسي الواحد اسمه. اهم حاجة انك تاخد بالك من نفسك، انا ماليش حد في الدنيا غيرك. ربنا يسترها يا حبيبتي ويخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انا النهارده هخرج شويه اقابل نورهان لاني بقالي كتير ما شفتهاش وحشاني. والله نورهان دي شهيده ستارق لانه عايش لي في الدور على الاخر. والله اي واحده متجوزه ضابط بوليس الله يكون في عونها. واسالنا انا. اهلا يا سعاده الباشا. جماعه صاحيين ولا نايمين؟ صاحيين يا فندم في الجنين. اتفضل. بتطقطق ليه؟ ده بابا. مش كل ما يجي تاخد بعضك وتمشي قبل ما تقعد معايا عشان خاطري؟ عشان خاطري يا طارق، عشان خاطري يا حبيبي. معلش معلش. اهلا اهلا يا بابا، ده الدنيا كلها نورت يا حبيبي. وحشتني وحشتني موت. وحشتك يا بكاشة. طب كنت سأل عليا؟ انا لو عليا اجي اسأل عليك وما سيبكش لحظة واحدة، بس معلش انت عارف بقى ظروف سهى. وهي عاملة ايه؟ اهو الحمد لله كل ساعة في حال. ها القهوه في ايه يا طارق؟ اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله ماشيه. شكلك كنت ماشي يعني، بس اكيد هقعد مع حضرتك شويه طبعا. لا لا مفيش داعي، انا ما بحبش المجاملات الخايبه دي، انا صاحب بيت ومش غريب. في دي عندك حق يا باشا، حضرتك صاحب بيت فعلا. طيب خلاص روح شوف شغلك وانا قاعد مع نورهان شويه وبعدين هطلع على المجموعه. بعد اذنكم. يا حبيبي هطمن عليك اول ما توصل ان شاء الله. ها اقعدي مع بابا. خد بالك من نفسك. ايه يا بابا؟ حبيبي. يا بابا على فكره ده جوزي. وبعدين حضرتك هتفضل لحد امتى تعامل طارق بالطريقه دي؟ وانا بعامله كويس جدا. اعامله ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ انا بعتبره شربة ولازم اشربها للاخر عشان خاطرك يا ستي وخاطر سوها. شربة؟ لا انا شايف ان حضرتك غلطان. لازم تبقى عارف حضرتك ان طارق انا ما حبيتش في الدنيا ولا هحب بعده. ولما وافقت اني اتجوز شكري قلت حاضر وسمعت الكلام. عذبني وراني الويل انا وبنتي. كفايه قوي ان طارق وافق انه يتجوزني بعد كل اللي حصل. اسمعي يا نورهان، انا لما جوزتك شكري ده كان عشان مصلحتك، لكن للاسف طلع ندل وجبان ونصاب سادي، بس انا دفعته الثمن غالي قوي. ما تنسيش ان انا وافقت انك تتجوزي الجدع ده المنفوخ على الفاضي. بس أنا بحبه ومرتاحة معاه ونفسي بقى تشيله من دماغك يا بابا. حاضر يا ستي، هشيله من دماغي، هشيله من دماغي خالص. المهم دلوقتي سوا عاملة إيه؟ الحمد لله بقت كويسة، يوم كده ويوم كده، مع الوقت هتتحسن. ميرسي قوي يا أمينة. وسي طارق بتاعك ده يا ترى بيعملها كويس ولا لأ؟ طارق مفيش أحن منه عليها يا بابا. نعم مفيش أحن منه عليها يا بابا. ما لازم يبقى حنين غصب عن اللي جابوه، لازم يبقى حنين من يوم ما اتجوزك وهو عايش في خيرنا، لازم يبقى حنين. يا بابا حرام عليك، ليه مصر كل شوية تفكرني بالفلوس؟ على فكرة
اللي بيني وبين طارق أكبر وأعظم من كده بكتير. ما تبقيش عبيطة بس، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك أنت. خدي، أنا جددت لك الفيزا علشان ما تحتاجيش لحد، ما أنا عارف إن الباشا بتاعك مرتبه على قده بيقبض ملاليم. بابا من فضلك، أنا ممكن قوي أعيش بمرتب طارق ومحتاجش أي حاجة من حضرتك. بلاش هبل وشغل عيال، امسكي. ربنا ما يحرمناش من حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير يا طارق، تعال اقعد يا بطل اقعد. انا مبسوط منك قوي من العمليه بتاعت امبارح. احنا تلامذتك يا سليمان بيه. تلامذتي ايه بقى، ده انت عديت. انا عارف ان ما كانش سهل ان مذكور عبد الفتاح حسنين يثق فيك ويامن لك، بس برافو عليك انك قبضت عليه وهو متلبس. الاهم من كده يا فندم ان احنا سجلنا له كل حاجه صوت وصوره، يعني المره دي مهما عمل مش هعرف يطلع منها. برافو عليك. بص بقى، الحكايه دي خلصنا منها ودلوقتي هي ايه في ايد النيابه، عايزين نبص للجديد. سمعت على الحادثة اللي حصلت امبارح بالليل؟ حادثة ايه يا فندم؟ سرقة البنك. يا سليمان بيه، وانا من امتى بشتغل على القضايا الصغيرة دي؟ مفيش حاجة اسمها قضية صغيرة. الجريمة جريمة مهما كان حجمها. ممكن تبقى من بره تبان سرقة بسيطة، لكن الحقيقة غير كده. غير كده ازاي يا فندم؟ يعني الجماعة دول دخلوا البنك وخرجوا من غير ما يسرقوا ولا مليم. يعني الاقتحام كان غرضه حاجة تانية خالص. ايه غرضه؟ ده السؤال بقى اللي مطلوب منك تجاوب عليه، بس بالراحه بقى من غير شوشره، والدنيا مش ناقصه برجله. تمام سعادتك، اعتبر سعادتك الموضوع منتهي. هنوصل للاقتحام والبنك ونعرف اقتحموه ليه ونقبض عليهم في اسرع وقت. المهم التباني بالاخبار اول باول. من غير ما تقول يا باشا، بعد اذن سيادتك. اتفضل. الشاشة ما تسود. بس وقف هنا. كبر لي الصورة. كبر كمان. آخر تكبير عندي يا فندم. يا ولاد الإيه؟ لو شوش ولا بصمات ده بساطه مسلح. ده عملية مدروسة كويس قوي. يا فندم الناس دي عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، وبتخطط وبتنفذ تخطيط ما بيخرش الميه. المهم يا فندم، احنا هنجيب الناس دي ازاي؟ معتز تستجوب بواب العماره اللي فيها البنك، وسكان العماره والعمارات اللي حواليها، جايز يكون حد شاف ولا سمع اي حاجه، وتتابع تقارير المعمل الجنائي وتجيب لنا منها نسخه. تمام سعادتك. وانت شريف، تجيب بتوع الدوريه الراكبه تستجوبهم، وتتابع عربيه الاسعاف المسروقه، عايز اعرف اتسرقت ازاي وامتى، وتابع لانهي مركز اسعاف او مستشفى. حاضر. وبالمره بقى تجيبوا لي ملفات كل المسجلين خطر اللي عملوا اي عمليه سطو مسلح في السنه اللي فاتت، وتعرضوا الصور دي على البواب، جايز يتعرف على حد فيهم. واعملوا حسابكم يا اساتذه، مفيش حد هيروح غير لما تجيب الناس دي. مفهوم؟ تمام سعادتك. مفهوم يا فندم. هتروح مني فين؟ هعرفك وهجيبك. محمد
عايز لاقيين سكر ولا ورد داخلين في مزاد بالنية سواد وفي نية بياض واللي بيصطاد بكرة ما يتصاد ما تخافش ضرب بعد المرصاد داخلين في رغان منهي وخلصان وفيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني أدمين مش بالمعدول داخلين في رغان منهي وخلصان فيه بس الموازين مقلوب على طول والبني أدمين مش محناش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بالنية سواد وفي نية بياض واللي بيصطاد بكرة هيتصاد ما تخافش ده